ومرحبا فيكم بفيديو جديد من قناة بيبليد الرؤي. اليوم عنا لايف هاكس، نصائح حياتية لازم كل لاعب بلابل يعرفها، اللي هو كل بيبليدر او كل بيبليدر. اول نصيحة او تعديل بتقدروا تعملوه انتو كلاعبين بلابل اللي هو جهاز الاطلاق. شو هو او كيف نعدله؟ اوكي، جهاز الاطلاق شايفينه هذا جهاز اطلاق مقلد. هلا بحكي لكم ليش مقلد مو اصلي. عادي جدا، دوران يميني. اوكي، لما تسحبوه بيوقف طوالي، هذا لما يوقف هيك بخلي البلبل اوكي ينزل غصب عنه، ولكن كثير بضعف من كمية الدوران، يعني في قوة دوران زيادة انت مش عارف عنها او بتقدر تعملها بخطوات بسيطة. فعشان تقوي جهاز اطلاقك وتعدله ليصير بلبلك يلف اسرع، تابعوني ويلا هلا افرجيكم الطريقة. اوكي، اول اشي بنقيم الريبكورد. اوكي، بعدين هلا شايفين هذا الجهاز اطلاق، انا حكيت لكم مقلد ليش؟ لانه برغيه على شكل مصلب، فعشان عندي انفاك مصلب. لانه اجهزة الاطلاق الاصلية او البلابل الاصلية بشكل عام، الاصلية كلهم بيجوا بس ببرغي واحد ومسكر وبس لهاي المنطقة، وهم اصلا دوران حر، يعني ما فيش داعي نعدل فيهم اشي. هي مثل هدول تكارتومي هازبرو كلهم، فلو حتى عندكم مثل هذا بس من تكارتومي رح يجي ببراغي مثلثة، فصعب الواحد يفك براغي مثلثة لانه هاي الفكات مو متوفرة باي مكان وصعب الحصول عليها. فيلا نفك الجهاز الاطلاق عشان افرجيكم شو تسووا بخطوات بسيطة لتخلي جهاز اطلاقكم اقوى. هلا نحن رح نقيم فقط البرغيين هدول. اوكي، ما رح نقيم البرغي اللي هون، هاد اصلا مش برغي بس ملاش دخل بهاي، فرح نلف نفك هدول. اوكي، طبعا اذا في اولاد صغار بتابعوني يفضل تخلوا حدا كبير يساعدكم بالانفاك، بلاش ما تغزوا حالكم او هيك، او ممكن بده قوي شوي بس عادي. اوكي، فكينا جهاز اطلاق صح. بعدين كل اللي عليكم تسووه هو انه تفتحوا اللي هو تبعدوه عن بعض. اوكي، بنفكه هيك. طبعا هذا شكله فيه قطع زياده غريبه، ما توقعت هيك، بس اوكي. هلا هون عندنا هاي القطعة، بعدين بنقيم السودة هاي، ملهاش داعي. لحظة، هاي عم توقع. اوكي، في هون عندنا غطا صغير نزل لحاله ما تخلي، بعدين اوكي. اول مرة استغربت ليش في هاي القطعة اصلا، شو لها اللازمة بس منظر هاي. ثاني اوكي، هاي انقامت شوي شوي بدون ما نكسرها. اوكي، هلا هون زي ما شايفين. اوكي، بغض النظر عن هاي الاشياء، بعتذر عن الكاميرا راح توقع. اوكي، كل اللي عليكم تسووه انه تقيموا هاي القطعة اللي هون، راح تلاقوا هيك قطعة على شكل نص مثلث او قطعة بيتزا هيك بهذا المنظر، مع زنبرك صغير بنزل. اوكي، بهاي الطريقة صار عندنا جهاز الاطلاق معدل ودوران حر. فهلا يلا نفرجيكم كيف من جوا هيك. ريبكورد وينه؟ هيو. هلا الواحد لما يجي يدخل الريبكورد هو بيلعب يعني. اوكي، هاي صح عم تنفك، بس ندخلها هاي. لما يجي يدخل البلبل هيك راح يكون جوا جهاز الاطلاق، بعدين بس يجي يلفه شفتوا صار دوران حر. فيلا نرجع نركب القطع كلها. فبس كل عليكم تسووه انه تقيموا هدول القطعتين، قطعة بلاستيكية على شكل مثلث وزنبرك هيك صغير. وبهاي الحالة صار عندنا دوران حر البلبل. فيلا نرجع نركب بقية القطع. هاي كانت هيك، نركب هاي كم مرة تبعت الجهاز الاطلاق ولا نقيمها؟ شوف، دقيمها عشان انا حاسس هاي ممكن تكون السبب في انه اجهزة الاطلاق المقلدة عم توقع البلابل كتير. فبس يلا نركبه. هذا كان هيك هيك. اوكي، هاي ركبناه، نرجع البراغي. لازم شوفوا هون في مغناطيس بالمفك، عشان هيك هو ماسكهم، بس لازم نحطها بايدنا. فهيك صار عندنا جهاز اطلاق دوران حر، ويلا هلا نجربه بالحلبة. ثاني بس نفرجيكم هيك كيف صار يدور.
انا قمت هاي القطعة هاي ملهاش دخل يعني عادي لو ما قمتوها او خليتوها، بس انا حبيت اقيمها بركي انه الها سبب في انه بعض البلابل ما بتركب كويس، فممكن حوافها تكون تخبط بلاير البلابل بعضهم، او لانه في بلابل اللاير تبعتها كبيرة. فبس يلا نجربهم بالحلبة ونشوف الفرق بين الدوران الحر والدوران المتوقف. انا وقت تجربة جهاز اطلاق المعدل بالحلبة مع جهاز اطلاق غير معدل من نفس الشركة نفس كل شيء بس غير معدل. هلا خلونا نشوف الفرق. اوكي، معنا بلبل علبة الحظ بدرايفر الوميض اللامع. اوكي، من نفس الارتفاع نفس القوة تقريبا. 3 2 1 جو. اوكي كويس، سريع بس مش كتير مجنون، ضق شوي صار نجن بالحلبة بعدين مش كتير يعني. هلا المرة الثانية 1 2 3، شوف السرعة. اوكي في فرق، كمان مرة تشوف الفرق. اوكي نفس الجهاز اطلاق المعدل انفك. اوكي شوف شو صار معي ثاني. شايفين هالقطعة اللي كانت قبل شوي، البراغي ضل ملزقين فيها لكن جهاز اطلاق وقع. بتعرفوا ايش اللي صار معي؟ القطعة هاي اللي قمتها انا، وينها؟ السودة هاي تبعت اساس انه جهاز اطلاق يصير احسن، انه فكرت الها فرق بس طلع عملهاش فايدة، فهلا بدي ارجع اركبه عشان ما ينرجعش نفك. اوكي خلاص ركبتها وكل شيء رجع تمام. كمان مرة بالقوة. اوكي هون عندنا مقارنة صغيرة، عندنا اجهزة اطلاق من الجيل القديم اللي هو اول جزء في بي بليد، ها جهاز اطلاق معدل. اوكي سوري انا وقفته بايدي، خبط بايدي. هذا المعدل انا عدلته بس فكيته، والقطعتين هدول المثلث والزنبرك شلتهم صار معدل. هذا لا مش معدل، بس اذا حابين اعدله هلا بعدله على السريع. يلا هلا نرجع له، بس افرجيكم كمان اجهزة اطلاق انا معدلها، جهاز اطلاق 0G بصير اقوى بالبلابل، بس اظن هذه التعديلات غير مسموحة في المسابقات، طبعا هاي ايام المعركة الحديدية او هيك. هلا عند الاجانب الـ WBBA بتسوي لسه مسابقات معركة حديدية وهاي الاشياء ممنوعة، بس بالدول العربية ما فيش اصلا معركة حديدية. وهون زي ما شايفين جهازين اطلاق من هازبرو عاكس الوانهم، لانه عدلتهم فحكيت ليش ما اعكس الوانهم، انا بحب هاي الالوان الاخضر والازرق، بس لا لو شوي مشبعين اكتر هيك ساتوريشن تبعتهم احسن بكون احلى، بس برضه حلوين. وهون حاب احكي شغلة خارجية لاحظتها، جهاز اطلاق التنين المدمر 4D بي بلاد الجزء السادس، اوكي عدلته وابصر شو، بس حتى من قبل التعديل جهاز الاطلاق هذا سيء كتير، يعني البلبل كتير بيطلع هيك بتحس البلبل ما بمسك فيه وبسحول وبسحل وبنزل هيك، يعني كتير ضعيف ما بتحسوش بيستحمل البلابل. فاذا حدا عنده تنين مدمر من النيو بوي اللي هو تكارتمي احكوا لي اذا معكم نفس المشكله، جهاز اطلاق سيء ولا لا. اوكي تعال نعدل هذا كمان على السريع، طبعا هذا الاشي بزبط تعدلوه على اي جهاز اطلاق سواء جيل قديم معركه حديديه شو ما بدكم، كل عليكم تسووه انه تفكوا اي زنبرك والمثلث هداك، بس تخبطوا جهاز اطلاق هيك تقلبوه وتخبطوه بينزل لحالهم او انت تقيمهم بايديكم وجهاز اطلاق بصير دورانه حر وبصير اقوى مليون مره. انا هلا اختصرت عليكم الفك والبراغي كلها امتها كانوا هون، بس فكينا جهاز اطلاق، هاي المثلث نفسه او حتى هو عباره هون عن خط، بنقلب جهاز اطلاق. اوكي ما زبط شكله، راح اتدخل راح اقيم هاي القطعه اللي بتوقف المسننات مع الزنبرك تبعها. هون في كمان حتى قطعه حديد مستقيمه عشان يركبوا عليها هدول التنتين، انه عشان يسندوهم عليها، بس مش مهمه هذيك ولا اشي. هاي القطعه المهمه فقط اللي بدخل فيها الريب كورد، شوفوا كيف من جوا الريب كورد بدخل. اوكي شوفوا كيف هيك جوا جهاز الاطلاق، شوفوا كيف بعدين تسحبوا بتطلعوا البلبل. التعديل الثاني اللي انتم بتقدروا تسووه اللي هو تعديل اللاير بخطوات بسيطة، بتقدروا تخدعوا اصحابكم او اخوانكم انتوا بتلعبوا معهم بالنزال وتخلوا بلبلكم ما ينعمل له بيرس او ما يتفكفك او ما ينفجر. كيف؟ عن طريق المطاط.
لون بانز وهدول تبعون الاساور تبعون زمان كانوا موضه، كان في منهم النصابين ببيعوا بالمدرسه. اوكي كانوا طلاب يعني وهيك. بس اذا حدا ما عنده مطاط، هلا راح احكي لكم، خليكم معي راح احكي لكم كمان مادتين ثانيين تقدروا تستخدموها متوفره بمليون، بنسبه مليون بالميه بكل بيت وعند كل واحد فيكم. فاذا ما عندكم مطاط خليكم شوي لنشوف الفيديو، لتشوفوا شو هي الاشي. تعال نجيب هون التنين المدمر. بلبل التنين المدمر انا بحبك، بعتذر على كل الاهانات اللي كنت اهينك اياها في الفيديوهات انه اسنانك ضعيفه وانت ضعيف وهيك، بس لا التنين المدمر عن جد بحبه. واللهيب والخفاش، وجبت انا الكلب المتوحش تبع هازبرو عشان برضه سلوبس ضعاف. الاشي اللي بتسووه هو انه بس بتحطوا الربر على الهاي، بس لانها بتضلها شوي وسيعه فبتكون بتضطروا تمسكوها تعملوها على شكل ربطتين هيك. اوكي بدنا تمسكوا الربطتين هدول تحطوهم على اطراف الاسنان تاعون اللاير. اوكي بهاي الحاله صار عندنا لاير معدله بقيه القطع. اوكي وبس بتسكروا عادي الاسنان. صاروا هلا ما راح تحسوا بقوه اسنان انه الصوت عالي، بس راح تحسوا بصعوبه بتفكيك البلبل بشكل كبير. تقدروا تضحكوا على كل اللي ضدكم وتفوزوهم. طبعا هاي الاشياء بالمسابقات ممنوعه لانه بفتشوا بلابلكم، بتاكد انه فيش اي وسائل غش، بس بتنفع اذا بدك تتهبل على اخوك او تلعب معه او تمزح معه. فعادي لا للعنف، نعم للمزاح لا للهبل. اما بالنسبه للاشي الثاني اللي بتقدروا تسووه اللي هو جيبوا قطعه محرمه او فاين، وكل عليكم تسووه انه تحطوها بهذا الشكل هون. اوكي سوري مش مبين عندكم. اوكي شايفين تحطوها بالضبط على السلوبس او الاسنان او اي شيء بدكم اياه، بس انا جبت هون بلبل هازبرو. بعدين بتسكروا عليها بالدرايفر. اوكي هيك صار محكم الاغلاق اصعب للبيرست. طبعا اكيد تقدر تقيموا القطع الزيادة عشان ما تبين، بس انا القطعة انه قطعة كبيرة طلعت معي ف تنفع. والطريقة كمان الأحسن من الفاين، يعني هاي أسوأ إشي ممكن تستعملوه هو الفاين، بس إنه بتفيد. شوفوا بس بتدير بالكم لما تعلق بالدرايفر ما تدخل جوا. أوكي هنا أنقذنا الدرايفر. والإشي الأحسن اللي هو بيجي بعد المطاط أو حتى ممكن بينافس المطاط لسه زمان ما جربته، هلأ بفرجيكم إياه، هو إنه تجيبوا بلبل اللهيب المستعر بعدين تفكوه. لا بمزح، اللهيب المستعر ملوش دخل، بس أي بلبل بأسنان ضعيفة نعتذر عنها قصاصة المشهد. ولكن جيبوا هاي القطعة البراءة من دفتر رياضيات او اي دفتر بدكم اياه. اوكي نقسمها قطع صغيرة لان في الها درجات. فهلا تشوفوا هون انا قطعة ورقة عادية، اوكي رح نطويها. اوكي هون شوفوا طوية واحدة رح نحطها هون عند الدرايفر، بعدين نحط الحديدة، بعدين نجيب الدرايفر نضغط. اوكي البلبل صار اصعب للبيرس، ولكن هاي الطريقه صراحه ببين انه انت حاطط اشي، فيعني راح تكشف حالك. بس اذا معك بلبل هازبر وبلابل هازبر بتيجي بالنص مسكره، حاطين قطعه هيك لزقه عشان فيها الكيو ار كود. شوفوا مثلا اللي هي بالمستعر هازبرو بالنص في قطعه هيك مو شفاف عشان الكيو ار كود تبع لعبه بي بليد بيرس اب، فبتزبط مع هاي البلابل وجربوها. فاظن انه انت بهاي الطريقه جاهز لمنافسه اي لاعب بلابل معه ميض لامع ولا شجاع جي تي ولا شجاع تيربو، ايش ما كان معك هيك بلابل رح تفوزوا مليون بالميه عشان بلابلك ما بتفككوا. وبهاي الطريقه انت كلاعب بلابل مؤهل لتفوز اقوى لاعب مع اقوى بلبل شو ما كان بلبله معك هاي البلابل المعدله بالغش، طبعا بتفوزه ولا للغش فقط للتسلاي هاي الاشياء. طبعا مليون بالمية بأي مسابقة رسمية رح تنكشف إذا عملت أي شيء من هدول، بس حلوين تتسلى فيهم. وبنصحها أكثر طريقة هي المطاط، بعدين الورق، بعدين الفاين. إذا حدا عنده فكرة تانية إيش نحطه، ممكن كرتون، لا كرتون بخرب الدرايفر ولا هو أصلا بينمزح، ما بعرف. إذا حدا عنده كمان فكرة تانية يكتبها بالتعليقات. هلا خلونا نجرب بلبل التنين المدمر المعدل بأسنان مطاطية، يعني حاطين مطاط عند الأسنان عشان تزيد قوتهم ضد المنجل الجارح بدون أي تعديلات. بس تخلص النزال رح نعيده، بس هذا رح يقيم المطاط معه فرح نشوف الفرق بقوة الأسنان. منجل هل فكركم المنجل الجارح رح يقدر يعمل بيرست للتنين المدمر؟ طبعا عجبه هذا الفيديو يشترك بالقناة ويفعل الجرس ويحط لايك،
ويضيفني على سناب شات انستغرام وتيك توك اذا حاب يشوف وجهي هناك. اوكي المنزل الجارح 2 كليكس تنين المدمر كليك واحدة كمان جولة. يلا منزل الجارح بنحاول نزيد تصادم اكتر نزيد في برش. اوكي ما صار في بيرس بس المنزل الجارح خرج حلبة. اوكي واحد مدمر عمل بيرس للمنزل الجارح. طبعا اللي معه مطاط. اوكي هاي الوضعية او التعديل هذا نجح 100%. اما هلأ فرح نقيم المطاطة ورح نشوف كيف رح يصير الاداء تبع التنين المدمر. حضروا حالكم للبيرس. ننجل دبل بيرس مستحيل. كمان جولة ثانية. اوكي بدون ما تضيع طاقتك المنزل الجارح. اوكي هلا ما راح اضيع طاقته. اما بعدها اللي هي بنستعرض ضد الهازبرو. يلا المنزل ما خبط كفاية هو الصراحة ما خبط كفاية لعمل البيرس بس انا عملت بيناتهم نزال زمان واضحة النتيجة. منجل فجر التنين. اوكي اما هلا عندنا نزال اللي هي بنستعر المعدل تكارتمي ضد هازبرو عادي بدون تعديل. طبعا للي ما بيعرف الهازبرو اقوى بكتير السلوبس تبعون اقوى من الاسنان تبعون التكارتمي. فيلا نشوف يلا تكارتمي المعدل. بلا بالمزدوجة. اوه ممكن كان في بيرس قريب. اوه هذا تقريبا راح نعمل له بيرس وهذا كمان بس الهازبرو كان محتمالية اكبر. يلا كمان جولة نتصادمات اكثر بدناش تضيع طاقة. هاي خروج خارج الحلبة. اوه بدنا تصادم قوي مش تضيع طاقة وطيران. لا خلص ضيع طاقتكم. هلا بدنا مستقيم. يلا يلا بيرس تكارتمي المعدل. اوكي تقريبا 2 كليكس الهازبرو تقريبا 2 كليكس اكثر شوي من 2 كليكس. كمان جولات تأكيدية خلاص. اوه مجانين. يلا تكارتمي. اوكي تكارتمي عم بيفوز اكتر مع انه مش قادر افرجيكم البيرس بس من ناحية الاحساس عن جد هو اقوى يعني اصعب تفكه. حتى شوفوا لفيته على الاخر مش عم بنفك معلقة فيه الورقة. دير بالكم الورقة تتعلق بدرايفر اسحبوها شوي عشان ما تنمزع وتغلبكم. اوكي منها بسلام. هلا تجربة سريعة كيف من دون ورقة راح تشوفوا في اختلاف كبير من ناحية الاداء. فيلا نطلع الهازبرو التكارتمي راح ما راح يصمد ولا كم ثانية يعني. اوكي انا نقزت لانه اصلا كنت بعدت كثير مقرب على الحلبة وحسيت بخطر لازم ابعد اكثر بس انه بيرس مفاجئ دبل بيرس. هازبرو فجر التكارتمي. اما هلا اخر تعديل
اخر تعديل كل متوحش ضد عين الصقر. يلا كل الكل المتوحش مستحيل اني اعمل لك بيرس، فاعمل بيرس بالضبط. اوكي خسر بالدوران الحر مع انه عين الصقر 2 كليكس وهو فقط كليك واحد، لا ولا كليك، وممكن كليك واحدة. ممكن لو حديدة اثقل بكون احسن او درايفر تاني. اوكي الكل متوحش راح يخسر، السبب هو بس انه اللي ضده اقوى منه يعني، فهاد لو بتغير الدرايفر بتحطه حديدة تانية وبدون ما نعمله بيرس اكيد راح يفوز. اما بالنسبة للتعديل الاخير اللي هو تعديل للدرايفر، هلا انا زي ما بتعرف بفيديو من فيديوهاتي سيف التيربو كسر هذا البلبل، فضل عندي بس الدرايفر بالحديد. اللاير صراحة صار ملهاش اي فايدة. اللي هو ديب كيوس المقلة، طبعا هذا راح يطلع بالانمي الجزء الثاني بباتل بيرس ايفولوشن فترقبوه. المهم الدرايفر طبعا اوكي، فبتجيبوا اي درايفر. طبعا انا هون عندي درايفر مقلد، ليش؟ لانه البراغي مصلبة وسهل افكها. الدرايفرات الاصلية بتيجي بمسامير مسكرة، ف صعب اني اقدر افكها، فبس يلا نفكه مع بعض زي ما فكيته بفيديو براثن النصر المعدل بلبل المطاط. اوكي طبعا شكرا لجاك ريجا اللي هو حكالي عن هاي الفكرة. بعد ما شاف هذاك الفيديو اقترح علي الفكرة اللي هي سهل الكل بيقدر يسويها، واللي هي طبعا انا جربتها على الدرايفر اظن مبين اثارها، بس انا حكيت بالفيديو هداك انه لو جبنا زنبرك اقوى بكون اللاير راح يمسك باللاير اكثر فراح يكون اقوى، ولكن جاك ريجي حكالي انه بتقدر بكل بساطة بس تمسك الزنبرك وتبعده شوي عن بعض هيك، بهذه الطريقة هو بتمدد، فبعد ما تمدده بترجعه جوا وبتضغطه. طبعا اكيد راح ينضغط بشكل كبير، ولكن هذا الانضغاط الكبير راح يكون كويس عشان تقدر تخليه يمسك باللاير. فثانية هنا هلا بدي اركز عشان اقدر اضغطه واركبه. ايه اوكي 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 فبنضغطه هيك وبس بنرجع البراغي. لازم تضلكم مسكرين عليه كويس، ليش؟ لانه كثير بنط فجأة. فلما انتم هلا بهاي الطريقة مدينا البرغي سوري الزنبرك فصار اقوى وايبس، فبهاي الحالة راح يكون ثابت اكثر ويمسك باللايرز بسهولة. وهلا راح افرجيكم الفرق. اوكي بعتذر بس عشان اقدر افكه واركبه لازم انا اكون شايف منيح مش الكاميرا. فبهالطريقة اشوفه هلا، لحظة تعال نجيب بلبل عادي الحصان الجامح. اوكي اسمع درايفر العادي، لحظة احطه جنب الميكروفون اسمعه. اوكي هلا شوفوا هذا الدرايفر. اوكي لحظة هلا انتم ممكن ما تلاحظوا الفرق بالصوت، ولكن لما تحسوه عن جد تمسكوه بتحسوا في فرق كتير، تحسوا الدرايفر هذا هيك ماسك اللير مسكر عليها. فلما بيعرفش بالدرايفرات البلابل طلع انه في فرق اكتشفته مع التجربة، واللي هو انه الزنبرك تبع الدرايفر له قوة من بلبلة جوا من بلبلة التاني. فمثلا هون درايفر بلبل الشجاعة المنتصر variable، هذا زنبرك اوكي هذا زنبرك. الزنبرك الجوا تبعه الصراحة بحسه ضعيف، ما بمسك على اللايرز بشكل كويس. اما درايفر اللي حال متجدد مثلا درايفر قوي بمسك على اللايرز بشكل قوي، فانه لو بلبل الاسنان الضعيفة بتحطوا له هذا الدرايفر ممكن يسلك حاله ويكون عن جد قوي. وكمان شغل احدى الاشياء اللي لقيتها غريبة، لحظة اجيب لكم. انا زمان حكيت بفتح علبة انه حديدة محارب شرس تتناسق مع اجنحة الشجاع المنتصر، هم ثلاث اجنحة مع ثلاث اجنحة. اوكي عرفت اتجاهات هدول.
فالإشي الحلو مع هاي الخلطة إذا بدكم، لقيت الدرايفر المثالي اللي هو درايفر بلبل السيف القاطع. صحيح الدرايفر مش كتير ممتاز، بس بتميز إنه سريع ومجنون نوعا ما بالحلبة، فلو بتقدر تطلع بتكنيك معين وتخلص النزال بسرعة بتقدر تستخدمه وتفوز. الحلو بهذا الدرايفر إنه زمبركاته قوية، ولكن بحس زمبركاته بيشتغلوا بطريقة خرافية مع لير الشجاع المنتصر. شوفوا لحظة ثانية، اسمعوا قوة الأسنان اللي عنده درايفر السيف القاطع، يجربهم على يجربوا على لير الشجاع المنتصر. اسمع بشكل اشي خرافي عن جد، اللير كتير قوية، فبنصحكم تجربوا هاي الخلطة. وكمان حتى تكارا تومي نزلت، تكارا تومي كمان نزلت درايفرات الداش. شو هي درايفرات الداش؟ اللي هي بتيجي بدل هاي القطعة لونها أبيض، بتيجي باللون الأحمر. شو معناتها؟ معناتها إنه لما يكون هاي الأحمر بدل الأبيض، معناته إنه الزمبرك اللي جوا كتير قوي، بيمسك كويس على اليرز. ومن الدرايفرات اللي سووها بالجزء الأول، سووا للفاريبل والاسبايرل تبعون الشجاع المنتصر والمبيض اللامع، هاي طبعا طبعا أصلي من علبة حظ عندي إياها. فهدول الدرايفرين رجعوا عادوا إنه رجعوا عملوها مرة تانية بالداش، نسخة الزمبركات القوية جدا اللي بتمسك على اللاير بشكل كويس. طبعا اصلا تبعت الوميض اللامع بتمسك على اللايرز بشكل كويس، مش بحاجة كتير، بس برضه زادوها قوة وهيك. فهذا الاشي حسيته حلو. وكمان برضه معلومة تانية عندكم، بلبل الوحش الظلام، بلبل وحش الظلام مع بلبل الحصان الجامح، اوكي، حسيت انه اشي كويس اللي هو، او بمسك اللاير بتمسك كويس، هو حديدة، الحديدة مش كتير مهمة بس حبيتها، حديدة وحش الظلام ودرايفره على لير الحصان الجامح، راح تحس بقوة عن جد اشي كويس. يعني حسيتهم هيك مثل ما نحكي انه طندرة ولقينا غطاها، يعني هيك صمم خصيصا لبعض، فانه هيك بتحسهم عن جد معملين لبعض. هيك الاسنان كتير قوية مع هاللير، وبتخلي هاي اللير العادية جدا الى لير اقوى من المتوسطة بشوي، فيعني اشي كتير ممتاز. فاللي عنده وحش الظلام والحصان الجامح بنصحك تجربها. اما هلا راح نجرب الدرايفر المعدل. فاول شيء راح نجيب خفاش النار، وراح نجيب نفس الدرايفر بس مو معدل. راح نحطه على اللاير احمر زي ما سامعين صوته او شايفينه يعني عادي، اوكي، وراح نواجهه ضد المحارب الشرس اكمل جوله، وبعدها راح نجيب الدرايفر المعدل ونشوف الفرق بالقوه والدفاع. محارب الشرس كيف خفاش النار راح يتفكفك بسهولة. اوكي كمان جولة، محارب الشرس ضيع طاقته شوي، كان بقدر يعمل له بيرس بسهولة اكتر. لا المحارب الشرس، اوه ما لحقنا. اوكي 1-1 النتيجة، لا ولا مش عارف كم، بس انه خلونا نكمل. هارب يلا، احلى بيرس فينش. اوكي زي ما شفتوا البيرس كان عم بصير بسهولة مع المحارب الشرس. اما هلأ راح نستعمل الدرايفر المعدل. اوكي ممكن ما تحسوا او تسمعوا الصوت، ولكن هو احساس. فهلأ راح تشوفوا الفرق بالقوة الاسنان، وراح نشوف مين راح يفوز. اوه المحارب الشرس ضرباته ما اثرت. اوه خفاش النار عم بدافع، اوكي ممتاز. الجولة اللي بعدها، اوكي قوة عالية طلعت من كده. الصراحة خفاش النار اخذ ضربات عن جد قوية، بس عن جد صمد قدامها، فاشي كويس ممتاز ممتاز. اوكي شفتوا، اوكي منيح انه كل اشي زبط الحمد لله على الفيديو.
اوكي خرج خارج حلبه، ولكن يعني في فرق بالبرست. نجيب درايفر تاني احسن طبعا، بس انه هذا درايفر عندي نفس عنده زي مرتين واحد معدل واحد، لا هو الافضل للتجربه. اوكي طبعا هذا غير عادل، بس هنجرب. محارب شجاع الجي تي بدي اجربك، تعال يلا وينك. حاب اجربه كيف راح يكون ضد خفاش النار المعدل هاد. يلا نشوف، ما بتوقع انه اسمه خفاش النار ولكن عادي. اوه دبل بيرست، مستحيل عن جد. لا كويس صمد، تعادل يعني اثنين تقريبا كل طاقتهم طلعت متساوية. شوف الفرق بين وزن هذا وهذا وقوة هذا، ممتاز. كمان جولة حلوة. اوه خطط قوية، بس دبل بيرس اشي ممتاز. فشكرا لكل اللي شاهد الفيديو، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بفيديو اليوم واستفدتوا من النصائح وجربوها واحكوا لي ارائكم. ولا تنسوا تحطوا لايك على هذا الفيديو عشان تدعموني، لان هذا الفيديو صراحة اخذ معي وقت وكثير اشياء، وانا عندي اختبارات وهيك، فانه دحشت بالنص بين الدراسة. و اذا حابين تشوفوا وجهي ضيفوني على سناب شات وانستغرام وتيك توك، روابطهم كلهم بصندوق الوصف. واشتركوا في القناة بالضغط على الزر الاحمر اشتراك سبسكرايب او سبنه، واحضروا فيديوهات التانية. وبس بشوفكم بالفيديو الجاي، سلام.